ساقني ظهر لامتطاء البحار واقتحام الأخطار في الأسفار، ورمى بي إلى مكان سحيق رمغم أنفي مقيدا بالطرار. لم تكن هكذا ظنوني، وحقا ليس ينجود غرة من عتار. إنني في أرض أراها كحلم أو كطيف لزمرحة الزوار، ذاك والناس ينزلون إليها كل حين من سائر الأقطار. بعضهم للعلوم جاء وبعض يرتجي أن يفوز بالدينار، وأنا في الذين جاءوا إليها لتعاطيهم مهنة التجار. لم أجد فيها من ولي حميم أو نجي أبته أسراري، وإليه أحن دوما وأرجو ملتقاهم في ليلة أو نهار. قد جرت في الأرض حوادث شتى أن يع عنها بمعزل متواري. يا أخي لا إيدي شكاتي إليكم ودموعي من لؤلؤ الأشعار. حسن جدا. يلا تودع مع وداعا أصدقائي، انتظروا فيديو آخر جيداً.